أعزائي المشاهدين، تحية طيبة. عقد حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي الجلسة المكتملة الأولى في لندن خلال يومي الخميس والجمعة الموافق 2 و3 من ديسمبر 2010، وذلك بهدف تحديد الاستراتيجية المستقبلية للحزب. وحضرت الجلسة بعض الكوادر القيادية للحزب من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى كافة أعضاء الحزب المتواجدين في لندن، كما تعذر مجيء عدد كبير من كوادر الحزب خارج بريطانيا بسبب مشاكل تتعلق بقضايا الهجرة والجوازات في بلدانهم. وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت وتلاوة سورة الفاتحة على أرواح شهداء الأهواز بعدما تم انتخاب رئيس وسكرتير الجلسة. بعدها تم قراءة التقرير الكامل المقدم من قبل اللجنة المركزية، أوضح فيه ما قامت به اللجان منذ المؤتمر الثاني للحزب عام 2007 حتى الآن. وبناء على الجو الديمقراطي الذي ابتنى عليه الحزب في رسم خارطة أعماله المستقبلية، تمت مناقشة جميع القضايا المطروحة على أساس ما جاء في التقرير المقدم من قبل اللجنة المركزية بروح أخوية. وبعد المناقشة حول القضايا المطروحة، انتخب الحاضرون رؤساء جدد للجان لفترة أخرى تنتهي بانعقاد المؤتمر الثالث للحزب في المستقبل. وأعرب رؤساء اللجان المختلفة، ومنها اللجنة الإعلامية واللجنة الإدارية واللجنة المالية ولجنة شؤون التنظيمية ولجنة العلاقات الدولية ولجنة العلاقات العامة، من خلال حديثهم عن تمنيهم في مساعدة وتجاوب كوادر الحزب الآخرين لتحقيق أهداف الحزب المرسومة، كما أكدوا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتطوير العمل الحزبي أكثر فأكثر. كما ركز المتحدثون الآخرون في كلماتهم على الإشكاليات والنواقص التي رافقت مسيرة الحزب في الفترة الماضية، مطالبين رؤساء اللجان الجدد في بذل المزيد من الجهد في تحقيق الخطط المرسومة لها في المستقبل. وفي اليوم الثاني من الجلسة المكتملة الأولى للحزب، تم الاتفاق على إضافة عضوين للجنة المركزية، حيث أصبحت تضم 13 عضوا، كما اتخذ المكتب السياسي المكون من 5 أعضاء قرارا بالإجماع على إبغاء السيد عدنان سلمان رئيسا للمكتب السياسي لحزب التضامن الديمقراطي الأهوازي للفترة القادمة. المكتب السياسي لحزب التضامن الديمقراطي الأهوازي 5 من كانون الأول ديسمبر 2010. Oh,
أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. عقد مؤتمر شعوب إيران الفيدرالية جلساته السنوية السادسة في لندن يومي 4 و5 من شهر كانون الأول ديسمبر 2010، وحظيت هذه الجلسات بحضور أغلبية أعضاء المؤتمر. ومن بين الأجندة المطروحة للمناقشة في هذه الدورة، استهل الحاضرون عملهم لمناقشة الجانب الإعلامي والشؤون التنظيمية للمؤتمر. ومن القضايا المهمة الأخرى التي تم التركيز عليها وناقشها المجلس الأعلى هي الإمعان في الاستراتيجية العامة والسياسات المستقبلية للمؤتمر، وكذلك مناقشة طلب التنظيمات للانضمام في مؤتمر الشعوب على ضوء النظام الداخلي. وكما هو معهود، فإن حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي الذي يعد أحد التنظيمات التي لها الدور الأساسي في رسم سياسة المؤتمر، تقدم بعدد من المقترحات